دايما بنعمل البوب اب بيبقى دايما بتحدد ليه عنوان ومسج، ودايما الاتنين بوتون سواء اوكي او كانسل. طيب ايه رأيك لما تعمل كاستم بوب اب مش بس كده عن طريق الفريش ام في في ام؟ تعال ما نشوف ازاي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام حامد، موبايل ابلكيشن ديفلوبر فلاتر وزامرن. النهارده هنتكلم عن ازاي نعمل كاستم بوب اب. انت اللي تحدد في البوب اب ايه الاشكال اللي تكون فيه، عايز تحط صور، عايز تحط تايتل، عايز تحط اكتر من زرار، اللي انت عايزه، شوف ما بدالك. المهم ان احنا نعمله، بس في مشكله. احنا دلوقتي اي بوب اب بيتعمل، في عندك مثلا كوميونتي تول كيت ممكن تعمل منها اي بوب اب انت عايزه، بس مش هيكون مربوط بالموديل. طيب في عندك برضو الار جي بلجن بوب اب للباكج دي، بس برضو مش هترتبط بالموديل. طيب انا عايز حاجه ترتبط بالموديل. في عندك في الفريش ام في في ام واحد ابن حلال مش فاكر اسمه الحقيقه عشان اكون صريح، هو عمل زي اكستنشن. الاكستنشن ده بيخليك تعمل ار جي بلجن بوب اب الباكج دي ويربطها بالفريش ام في في ام، بس بيخليك تعمل موديل للبوب اب وفي نفس الوقت بيج ليها وتعملها كاستم زي ما انت عايز بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. تعال يلا مع بعض نمشي واحده واحده ونشوف. يلا بينا نمشي مع بعض واحده واحده. اول حاجه انا كنت عامل على البروجكت اللي فات اللي هو تيست ابلكيشن اللي احنا شغالين عليه، عملت فيه المين بيج والمين بيج موديل. فاحنا دلوقتي محتاجين نعمل خطوات ثابته. اول حاجه عشان نعمل بوب اب او الار جي بلجن بوب اب لازم يكون عندنا الفريش ام في في ام ده غير ال RG plugin pop up. فانا نروح على البراوز ونعمل rg.plugins.popup، دي اللي بتعمل لنا custom pop up، بس احنا عايزين نربطها بالفيو موديل ما تنسوش. طيب هو عشان الخطوات اللي انا بعملها دي كان بيطلب ان انت ممكن تنزل فيرجن معين للفريش و ال rg.plugin pop up، بس احنا هنجرب نعمل الفيرجن الاخير عادي خالص، واذا حصل مشكله ننزل الفيرجن بتاعه. هي دلوقتي الار جي بلجن بوب اب بتنزل وكده نزلت، جميل جدا. طيب تاني حاجه هنروح على هنا اللينك اللطيف ده. في واحد كتر خيره هو اللي عامل الكلام ده كله، مش فاكر اسمه بصراحه، هو اللي عامل البلجن دي. طب انت كل اللي انت هتعمله ايه؟ هتروش هنا على الكود بتاعه، هسيب لكم اللينك بتاع الكود ده في الديسكريبشن بوكس ان شاء الله. هتقوم اعمل لها داونلود، انا كنت منزلها قبل كده بس عموما هنزلها معاكم تاني. كلوز اكستراكت ونفك الفولدر. طيب بعد ما نفك الفولدر هتقوم رايح على السولوشن بتاعك، هتروح على السولوشن بتاعك جميل كده وتعمل اد. طب هنضيف ايه؟ احنا هنضيف اكزيستنج بروجكت. حلو، طب فين البروجكت بتاعك؟ انا كنت منزله في داونلودز اهو، فريش بوب اب ماستر. وهنقوم رايحين على فريش بوب اب، هنقول له ضيف للبروجكت ده، هيقول لك اه، قول له اوكي كده. هو ضاف هنا بس كده؟ لا، لازم نضيفه بقى في البروجكت هنا كريفرنس. احنا ضفناه في الفايلات بس لازم نضيفه كريفرنس. فبنروح بقى على شيرد بروجكت، نعمل اد بروجكت ريفرنس ونضيف فريش ام في في ام دوت بوب اب. نقفل ده كده. بص بقى على الحلاوة اللي هتحصل دلوقتي حالا دي. احنا نقفل ده بقى كده خلاص. الحمد لله. نروح على بيجز ومنها نعمل ايتم، هنختاره ان هو عبارة عن كونتنت بيج. حلو كده. من كونتنت بيج هنسميها مثلا ماي بوب اب بيج مثلا، سميها اي اسم انت عايزه، بس عموما انا اللي قلت مسميها كده. بعد كده اروح على المودلز، ومن المودلز هقوم عامل كلاس وهسميه ماي بوب اب بيج موديل. تمام، هنا هقوم عامل له يوزنج فريش ام في في ام using fresh mvvm dot pops. جميل،
هنا هخليه ينهرت من فريش بيز بيج موديل. هنعمل هنا متغير هنقول مثلا هو اسمه تكست تيست اي حاجة هنسميه تكست مثلا. وهنعمل بالمرة كومنت وهنقول ان هو return او return to main page مثلا. بعد كده هنقوم عاملين public my popup اللي هو الكونستراكتور بتاعنا ونعرف فيه الكوماند ده اللي هو return to main page وهنعمل الكوماند ده كده يساوي new command. والكوماند ده هيبقى عبارة عن ايه؟ الكوماند ده يا سيدي هيبقى هنقول له await core methods dot pop بس انا عايز ايه بقى؟ pop up page model. هقول له انا عايز ارجع pop up. حلو كده. ده كده بالنسبة للجزء ده. طيب المين بيج هنعمل نفس الكوماند اهو ده كده نفس الكوماند وهنحطه هنا. هنا هقول له نافيجيت تو مثلا نافيجيت تو مين بيج لا او هتبقى بوب اب مثلا او بوب اب مثلا. حلو. بعد كده هقول نفس اللي انا عملته بالظبط هاخد ده كده وهقوم رايح على الموديل هقوم عامل ده كده هقوم واخد ده كوبي واحطه هنا بيست احط هنا حرف الان مش بوب اب هيبقى بوش دوت بوش تبقى بوش بوب اب بيج موديل واسم الموديل بتاعك اللي هو ماي بوب اب بيج موديل وهمرر له يا سيدي تكست اقول له اي حاجة اقول له ايه رأيك في البوب اب مثلا. لحد كده في حاجة صعبة؟ هاخد نفس الاسم ده وقوم رايح على المين بيج وقوم حطه هنا. بعد كده هروح على الماي بوب اب بيج موديل هشيل الكونتنت بيج وهخليها بوب اب مثلا وهتنهرت من بوب اب بيج. حد كده في حاجة صعبة؟ ونعمل لها اليوزنج بتاعها rg.plugin.popup. تمام كده. بعد كده هتشيل الكونتنت وتشيل الكونتنت هنا لحد كده جميل وتاخد ده كده وتحطه هنا. هنا ويلكم تو زمن الفورم هنقول هنا ويلكم تو بوب اب. حلو. ونقوم مزودين اي بوتون اي بوتون ونقوم داخلين هنا نحط ده كده هو هيبقى تكست. هنروح على هنا اللي هو البوب اب بيج هنعمل فيه الاوفر رايد بتاعنا. اطلع بس بره الكونستراكتور الاوفر رايد عشان نحط له الانت بتاعنا. الانت بتاعنا هنقول له التكست بتاعنا هيساوي انت داتا از سترينج. لحد كده بحاجه صعبه كده. وهنقوم راجعين تاني على الموديل عشان ناخد اسم الكوماند ونرجع هنا ونروح لا ده المين ده باي بوب اب اه هنقول له مين بيج موديل ويلكم تو بوب اب. واخر حاجه هناخد بقى البوب اب بيج دي ونروح بيها على كود بيهايند عشان نغيرها هنا ونعمل لها اليوزنج بتاعها كده. غيرنا اليوزنج نعمل سيف ونتوكل على الله ونعمل ران. انا هوقف الفيديو بس لحد ما يخلص ران وهرجع تاني. بص
يا سيدي هو بيرن اهو. لو انا عملت دوست على الزرار طلع لي اهو البوب اب. ايه رأيك في البوب اب؟ طيب الشكل عشان بتاعه مش عاجبني، فثواني بقى كده هنروح ونعمل باك جراوند كولر وايت، هوريزونتال اوبشن هنخليها سنتر، وفيرتيكال اوبشن هنخليها برضو سنتر، وبالمرة نعمل الكليكت هنا، الكليكت اللي هو كلوز وان كليكت اعملها ترو. بعد كده رن الابليكيشن تاني. كل حاجة هتتظبط ان شاء الله. بيفتح معانا اهو. انا اقول لو عجبك الفريكش اشترك معانا. ادي كده البوب بتاعنا، ولو دوست رايك هيطلع بره. طب لو دوست هنا ودوست بره هيطلع بره. كده يبقى احنا خلصنا وكل حاجة تمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان احنا هننزل فيديوهات جديدة وقريب جدا هننزل دوت نت ماوي، فترقبوا معنا. شكرا، سلام عليكم.